تعد مكانة المرأة في الإسلام موضوعاً ذا أهمية خاصة، حيث تجسد القيم الإنسانية والأخلاقية التي يحرص عليها ديننا الحنيف. وفي ظل التحديات العديدة التي تواجه المرأة اليوم، تأتي هذه السلسلة لتسلط الضوء على حقيقة حقوق المرأة في الإسلام وتكشف عن الزيف الذي يحيط بالكثير من الإدعاءات الغربية. في ظل ما يروج له من انتقادات لاذعة تجاه الإسلام فيما يتعلق بحقوق المرأة، نجد أن هذه السلسلة تهدف إلى تقديم رؤية متكاملة وعميقة تنقض هذه الافتراءات وتظهر جمال الشريعة وحرصها على حماية المرأة ورعايتها. إن الإدعاءات التي تروجها بعض الدول الغربية حول حقوق المرأة غالباً ما تكون محملة بالتناقضات، حيث تروج لمفاهيم قد تبتعد عن القيم الإنسانية الحقيقية. فالواقع يشير إلى أن الكثير من القضايا التي تثار في هذا السياق مثل العنف ضد المرأة الظلم لا تعبر عن تعاليم الدين، بل هي نتيجة لصراعات اجتماعية وثقافية مختلفة. الصدامات التي قد تحدث بين الزوجين أو أي نوع من التوترات ليست ذات صلة بتعاليم الإسلام الحقيقية، بل هي مشكلات قد تنشأ بسبب عدم الفهم أو سوء التواصل. إن الشريعة الإسلامية على العكس من ذلك تبرز قيم العدل والرحمة وتؤكد على ضرورة المعاملة الحسنة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف، وهذا يعكس حرص الإسلام على توفير بيئة آمنة ومحبة للمرأة. من خلال هذه السلسلة سنعمل على كشف الحقائق ونوضح كيف أن الشريعة الإسلامية قد وضعت للمرأة حقوقاً واضحة ومهمة تعكس مكانتها الرفيعة في المجتمع. سنقدم أمثلة حقيقية ونماذج ناجحة ونناقش التحديات التي تواجه المرأة بهدف تعزيز الفهم الصحيح لتلك الحقوق ودحض المفاهيم الخاطئة. دعونا نبدأ هذه الرحلة معاً في استكشاف جمال الشريعة وكيف تحمي حقوق المرأة بعيداً عن ضغوط المفاهيم الغربية.